إذن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يتوجه الآن إلى القاهرة ضمن إطار جولته الإقليمية التي استهلها بالرياض. جولة خامسة، هل هذه الجولة فعليا ستختلف عن الجولات الماضية أخذا بالاعتبار كل التطورات التي شهناها على الصعيد الإقليمي منذ آخر زيارة له؟ هناك توقع بطبيعة الحال حضرتك أن تتغير الرؤية والمقاربة ربما في القاهرة تحديدا. في المرة السابقة جاء بلينكين ومضى دون أن يلتقي حتى مع وزير الخارجية المصري في رسالة وقتها للقاهرة بأنه لابد للولايات المتحدة أن تترجم الأقوال إلى أفعال. هذه المرة يأتي برؤية ومقاربة وسيستمع في القاهرة إلى عدة نقاط رئيسية ومهمة. هي أول نقطة وهي النقطة الرئيسة بالطلب الأمريكي بالنسبة لمصر في الضغط على حركة حماس للقبول بالصفقة الحالية، خصوصا وأن الكرة الآن في ملعب حركة حماس بصرف النظر عن التفاصيل، وقد قبلت إسرائيل بالخطوة الأولى والكرة الآن في ملعبهم. فبالتالي هو جاء بطلبات محددة، يعني لا نتوقع أن بلينكين هو الذي سيطرح، هو جاء بطلبات محددة. أول نقطة هي جزء من موضوع الصفقة. الأمر الآخر هو وجود الترتيبات الأمنية. الترتيبات الأمنية تزعج القاهرة كثيرا. الولايات المتحدة كما تعلمي شريك موقع على معاهدة السلام، وبالتالي أعتقد سيستمع إلى طلب مصري محدد حول المواقف الإسرائيلية الانفرادية وتأثيرها على معاهدة السلام. القضية حضرتك ليست ممر صلاح الدين أو المعبر، لكن القضية مرتبطة بمنظومة العلاقات المصرية الإسرائيلية الأمريكية، وبالتالي هو لن يسمع كلاما عام، هيسمع كلام منضبط حول هذه الإجراءات بعيدا عن التصريحات الإسرائيلية وغيرها. النقطة الثالثة هي الترتيبات الجارية في عمق القطاع والتي يمكن أن تمثل مخاطر على مستقبل القطاع أو تقليص مساحته، والإجراءات الأمنية مهمة في هذا الإطار. إذن القاهرة ستناقش قضايا أمنية استراتيجية، جزء منها يمس الأمن القومي المصري مباشرة، سواء بالنسبة لهذه الترتيبات وبالنسبة للمعبر وبالنسبة أيضا ممر صلاح الدين، والجزء الآخر هو مرتبط بالضغوطات التي تطلبها الولايات المتحدة على القاهرة لحماس بتسريع معدل الصفقة وإتمامها. الأمر الأهم أيضا في تقديري هو الإجراءات التي ستطلبها الولايات المتحدة وبلينكين حول الدور المصري في الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وبالتالي هو سيطلب طلبات محددة وسيستمع في المقابل لطلبات محددة. الأولوية لمن؟ أنا أعتقد أنه القاهرة هي ستحدد ضوابطها في التعامل، وهو سيكون محدد بالنسبة لي دور القاهرة في هذه الترتيبات. حتى في قطاع غزة الجانب الأمريكي لديه مقاربة سيطرحها أيضا مجددا على القاهرة للتعامل معها. تفضلي. ولكن اسمح لي دكتور طارق، يعني ربما ما سمعه السيد بلينكين في الرياض وما سيسمعه اليوم في القاهرة ليس هناك ما هو فعلا يعني جديد أو مفاجأة، ولكن موضوع متعلق هنا بما سينقله إلى الجانب الإسرائيلي تحديدا وما سيسمعه من الجانب الإسرائيلي. في ظل التصريحات التي استمعناها من الجانب الإسرائيلي، هنا سيطرح تساؤل، ما هي الأوراق التي اليوم سينقلها بلينكين إلى الجانب الإسرائيلي؟ أوراق ضغط، وهل يمكن أن تسفر هذه الجولة عن أي مخرجات تترجم إلى أرض الواقع أم أنها ستظل ضمن إطار التفاهمات فقط؟ أعتقد ستكون يعني تفاهمات أولية وليست مواقف محددة. بلينكين كما تعلمي طرح رؤى عديدة، حتى هو الرئيس الأمريكي جو بايدن بالنسبة لدفع الأوضاع في إسرائيل، تغيير مكونات الائتلاف، الحكومة، في تفاصيل كثيرة في هذا الإطار. وهو ربما أيضا سيستمع في الجولة إلى هذا الأمر، ما هي حدود الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل أيضا لبعض الترتيبات. ما يهم الإدارة الأمريكية حضرتك في هذا التوقيت وإسرائيل هي الترتيبات الأمنية، لا حديث عن السياسة، لا حديث عن أدوار ربما تختلف أو نتفق عليها في هذا الإطار، بالإضافة إلى تسريع معدل الصفقة التي تتم الآن أو التبادلات. هو سيطلب هذه الأمور بصورة محددة، بالإضافة طبعا إلى الدور اللي هتلعبه الدول التي سيزورها في إقرار الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر تحديدا، لأن هناك مخاوف حقيقية من حرب إقليمية وصراع إقليمي كبير يمتد. وبالتالي الولايات المتحدة قادمة أيضا للمناقشة في هذه الموضوعات، ما هو دور وحدود الشراكة العربية
العربية من الدول العربية الرئيسة، سواء كانت السعودية سواء كانت مصر، وبالتالي أعتقد هذا أمر مهم. يعني القضية ليست مرتبطة فقط بغزة، لكنها مرتبطة بالأولويات الأمريكية في الإقليم، خصوصا التحالف البحري حتى الآن لم يؤدى بصورة كبيرة، والولايات المتحدة هي اللي قامت بدور كبير. اتساع العملية العسكرية في الإقليم سيكون خطر على المصالح الأمريكية في المنطقة بأكملها. شكرا لك دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة.